وجه وزير الزراعة علاء فاروق بسرعة الانتهاء من تطوير جمعيات الإصلاح الزراعي خلال عام ومضاعفة مشروعاتها ومنافذ البيع للمساهمة في خفض الأسعار. وخلال اجتماعه الأول بمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمنتفعين وأعمال الهيئة بالمحافظات، شدد فاروق على وضع برنامج زمني لتطوير الجمعيات التابعة للإصلاح الزراعي خلال عام. وأكد وزير الزراعة على أهمية أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات للمنتفعين خدمات الدعم الفني والإرشاد الزراعي واستخدام الميكنة الزراعية، فضلا عن تدريب المهندسين الزراعيين بالتنسيق مع المعاهد البحثية المعنية بالبرامج البحثية والإرشادية والمعاملات الزراعية المختلفة.